زيارة النهاردة بتستهدف 3 مناطق. أول منطقة وهي تطوير جزء من الممشى السياحي بكورنيش النيل الرائع اللي بدعو كل المصريين يجوا يشوفوا أحلى كورنيش في الدنيا كلها في محافظة المنيا الجميلة، وده المجهود اللي قامت بيه وزارة التنمية المحلية والمحافظة. وبعد كده انا كنت سبقت بقى، قضيت 2 ساعة الصبح بدري في المتحف الاتوني. المشروع ده كان مشروع ضخم جدا، هو متحف مساحته اكتر من 100,000 متر مربع. المجلس على الاثار كان صرف عليه اكتر من 165 مليون جنيه، والمشروع تعثر بشكل شديد في 2011. استأنفنا العمل من بضع سنوات واشتغلنا تاني، ضخينا حوالي 40 مليون، وبعدين جت الكورونا. فجيت النهارده وتم التوافق مع زملائي وزميلاتي من قيادات الوزاره ان احنا لازم نفتح المتحف ده. احنا جينا النهارده عشان بنكمل رحله المسار الى المقدسه، على اعتبار ان احنا بنفتح النقطه السادسه من المحافظه السادسه منها من 8 نقاط. يفضل ان شاء الله اسيوط، وبعد كده شجره مريم في المطريه، ويبقى كده انتهى الخط تماما، وباذن الله في خلال شهر او اكثر بكثير على الاكثر هيكون انتهينا ان شاء الله من 8 نقاط. كورنيش النيل ده متنفس لاهالي المحافظه كلهم، مش مدينة المنيا بس، ده اللي في 9 مراكز، لأن الكورنيش الحمد لله يعني من أكبر المساحات اللي موجودة على مستوى الجمهورية، حوالي 2 كيلو في عرض حوالي 65 كيلو، ولسه في مراحل تانية هتستكمل إن شاء الله. هو مصروف عليه لحد دلوقتي حوالي من 40 ل 45 مليون جنيه، وهنكمل كتأكيد لكلام معالي الوزير 60 مليون جنيه.